ليس هناك ما يدعو. قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروع إن قرار الولايات المتحدة رفع الحظر على تصدير النفط الأمريكي لن يؤثر على العوامل الأساسية للسوق، مؤكدا على حق كل دولة في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات. وتوقع المزروع ألا يتأثر ميزان العرض والطلب جراء ذلك، معربا عن أمله في أن يحقق سوق النفط توازنا خلال عام 2016.